المرة اللي فاتت حكينا عن الـ trigonometric integration، وكنا بإمكاننا نعالج بعض الحالات، يعني لما يكون عندنا تكامل الـ trigonometric functions في بعض الحالات السهلة اللي بإمكاننا أن نوجد التكاملات. وابتدينا المرة اللي فاتت في تكاملات لساين ام اكس كوساين ان اكس دي، وكنا هذه التكاملات بامكاننا نحسبها في حالتين بسيطات، اذا واحدة من القوى عدد فردي، ثاني في الحالة بهمناش، يعني يا الان عدد فردي موجب الام في هذه الحالة بامكانها تكون اي شيء، او الام عدد فردي في الحالة هذه الان بامكانها تكون اي عدد. واخذنا الاكزامبلز عليهم. الان كيس 2، if both m and if both m and n are even positive integers. Then الام والان اثنين، يعني الساين مرفوع على قوة زوجية والكوساين ايضا لقوة زوجية. في الحالة هذه we use the formulas اللي هي كوساين تربيع x equal to 1 plus كوساين 2x over 2 and sine squared x is equal to 1 minus cosine 2x over 2. هدول نسميهم half angle formulas. فلاحظوا بتعطينا cosine تربيع x بدلالة ضعف الزاوية، sine تربيع x بدلالة ضعف الزاوية، قانونين متشابهين، cosine فيها plus sine فيها minus. إذا بنستخدم هدول القانونين. طبعا لما تكون مثلا قوة الساين اللي عندنا قوة 6 ونستخدم ساين تربيع تساوي هذا المقدار، بنكون بدلنا القوة 6 الآن بالقوة 3، لأنه القوة 6 عبارة عن ساين تربيع تكعيب، فكأنه نصفنا لما نستخدم هدول القوانين كأنه نصفنا القوة الزوجية للساين والكوساين. إذا we use these two formulas. We use the formulas to half. To half يعني لتنصيف، to half the even powers, the even powers of sine x and cosine x. إذا ميزة هذا الشغل إنه في كل مرة بإمكاننا ننصف القوى الزوجية اللي معنا. طبعا بإمكاننا نعيد كمان مرة، يعني نفرض كان عندنا x قوة 8، لما نستخدمها تصير x قوة 4، عفوا ساين قوة 4، لما نرد نستخدم القانون كمان مرة بصير عندنا بننصف الأربعة على النص تصير تربيع. إذا بقدر ما يلزم بإمكاننا إنه نشتغل في القوانين، بس بدها طولة بال لأنه هدول التعامل معاهم أحيانا بيكون طويل شوي. فعندنا إكزامبل بدنا نكامل sine تربيع x بcosine تربيع x dx.
يمكن أبسط شغلة تمر معنا. This equals to the integral of sine squared x بنبدلها ب 1 minus cosine 2x over 2 times cosine squared, we write 1 plus cosine 2x over 2 dx. Then we replace sine squared and cosine squared by their values in terms of the double angle. And this equals 2. We notice that we have 2 times 2, 4 في المقام, فبنخرج ربع لبرا. في التكامل, لاحظوا 1 minus cosine 2x و 1 plus cosine 2x, كانها جاي فرق بين أو من فرق بين مربعين. فهذا عبارة عن 1 minus cosine تربيع 2x dx. ويساوي ربع تكامل 1 ماينس ال 1 تكاملها بنعرفه ما فيش فيها مشكله. الان نيجي لكوساين تربيع, استل الكوساين تربيع مرفوعه لقوه زوجيه, فالكوساين تربيع بنبدلها, بصير عندنا ماينس كوساين تربيع الزاوية هذا عبارة عن 1 زائد كوساين ضعف الزاوية, الزاوية اللي عندنا 2x فضعفها تصير 4x over 2 dx. And now this equals to 1 fourth, هنا عندنا 1 في عندنا التكامل, one fourth the integral of one minus بنفك هذه one half and minus one half cosine 4x dx and this equals to one fourth the integral, في عندنا واحد minus نص بضل عندنا نص, minus one half cosine 4x dx. Finally, this equals to, إما بنخلي نصاصة بنخرج النص عامل مشترك كمان مرة بصير عندنا 8 times the integral of 1 minus cosine 4x dx. And this equals to 1/8. Now the integral of 1 اللي هي x minus the integral of cosine 4x اللي هي ربع وتكامل الكوسين اللي هي sin, سير minus 1 fourth sine 4x and when we are done we add a constant. زميلكم يكون كان برضه نبدل من هون 1 minus sin squared, طبعا 1 minus cosine squared 2x بتصير sin squared 2x, بدنا نرد نبدلها ب 1 minus cosine 2x بتصير 4x على 2. ممكن الحسابات شويه تخلف ولكن الشغله بالاخير في شغله كان من الاول نعملها, وقعت حدا يسال عن هذه. أو لاحظوا ساين, لا ساين تربيع وهذه كوساين تربيع, لو جبنا ربع وضربنا في 2 في 2 فبصير كانها 2 ساين اكس كوساين اكس الكل تربيع, اللي هي بقى ايش 2 ساين في كوساين اللي هي ساين 2. فمن البدايه كان انه نوصل للخطوه هذه اللي هون مباشره اللي عباره عن ربع, ولما يصير 2 ساين كوساين الكل تربيع اللي في الواقع 1 ماينس كوساين تربيع اللي بدها تصير الاثنين اكس.
هون كوسا بصير ساين تربيع 2 اكس. كنا من البدايه نعملها، ولكن احنا ماشيين حسب الخطوات اللي حكيناهم. طبعا احنا بنعرف الزيرو از ان ايفن انتجر، ولذلك اذا كانت عندنا الساين مرفوعه لقوه زوجيه لحالها او الكوساين مرفوعه لقوه زوجيه بامكاننا انه نكاملها. فمثلا ناخذ الاكزامبل التالي، اكزامبل نحاول نحسب كوساين قوه 4 اكس دي اكس. المره اللي فاتت كنا بامكاننا نحسب تكامل كوساين او ساين لقوه فرديه، اي قوه فرديه للساين كوساين كنا نكاملها. الان بامكاننا نكامل القوه الزوجيه للساين والكوساين. This can be written as the integral of cosine للقوة 4 اللي هي عبارة عن cosine squared x whole thing squared dx and this equals to. طبعا كمان مرة لاحظوا الكوساين قوة 4 ما فيش اشي معها، فمعناه معاها sine للقوة 0 و 0 is even، فالتنتين قوة الساين وقوة الكوساين ار ايفن، فبنستخدم قوانين نصف الزاوية اللي هي الهاف انجل فورمولاز. فالكوساين تربيع اللي جوا بنبدلها ب 1 زائد كوساين 2x over 2 the whole thing squared dx. الآن بنربع this equals to، وبنفك التربيع اللي في البسط. طبعا 2 تربيع في المقام بنخرجها برا as 1 fourth، وبنفك 1 plus cosine تربيع which is 1 plus twice cosine 2x plus cosine squared 2x dx. تكامل الواحد بنعرفها، تكامل كوساين 2x سهل، يضل علينا تكامل كوساين تربيع زي ما عملنا قبل شوي. محل كوساين تربيع بنرد نبدل، اذا this equals to 1 fourth the integral 1 plus 2 cosine 2x plus cosine 2x over. طبعا الكوساين بصير هنا 4x 1 plus cosine 4x and this equals to 1 fourth the integral. معلش احيانا انه بنضطر نعمل عمليات اجل الكتابة بتغلب، فعنا هنا واحد وبيجيها واحد زائد اللي هي زائد نص، وبعدين بيجيها نص كوساين، فواحد وواحد ونص، ثلاثة على اثنين اللي هي واحد ونص زائد اثنين كوساين 2x بلس بضل عندنا هون نص كوساين 4x dx. نخرج نص من هون بده يصير هذا يصير 4 وهون 2 لما تكسر اللي هي 2 هذه بدنا نطلع النص من التنتين. طيب بعدين هدول معناه بدنا ناخذ 2 لبرا، بتصير هذه 2 بتصير هذه زائد 4 وهذه زائد واحد زائد كوساين. او في طريق ثاني انه نكامل الواحد لحال وبعدين نكامل الكوساين لها بعدين نكامل هذه لحالها. فيش عوامل لا بامكاننا ناخذ اثنين برا، بس بدنا نوحد المقامات هون، نضطر نضرب في اثنين وفي اثنين تطلع اثنين لبرا. الان التكامل اللي ضل ما فيش فيه شيء. This equals to 1 fourth 3 halves x plus في عندنا كوساين 2 x. طبعا في 2 صير 2 في نص تكامل الكوساين ساين 2 x، 2 مع النص بتروح
في أن كوساين الأربعة إكس تكاملها بصير ربع تكامل كوساين أربعة إكس مع النص بصير 1/8 ساين 4x plus c. إذا بدنا نضرب الربع جوا نظبط الشكل أكثر بصير هيك 3 أتمان 3/8 plus 1/4 sin 2x plus 1 over 32 sin 4x plus c. إذا الآن برضو تكامل ساين لقوة زوجية بنعملها، فصار بإمكاننا الآن نكامل ساين وكوساين لقوة فردية لقوة زوجية، ساين في كوساين على الأقل واحدة قوة فردية أو التنتين زوجيات. في جميع الحالات بإمكاننا أنه نوجد التكامل المطلوب. ثلاث أتمان إكس يرات لو ضربنا هنا في أن أن إكس. اثنين، integrals of the type integrals of the type integral tan mx secant nx dx. لاحظوا ليش قاعدين نقول ساين في كوساين، لانه الساين والكوساين بينهم علاقه، وفي عندنا هون تكامل تان في سيكنت. قال ليش مش تان في كوسي في كذا؟ لانه التان والسيكنت في بينهم علاقات، ولذلك احنا بناخذ الاشياء اللي ممكن انه نستفيد منها. الام مين هي؟ قوة التان. إذا التانجنت مرفوعة إلى قوة إلى قوة فردية موجبة، في الحالة هذا الإن هذا اللي مع السيكنت ما تهمناش، ممكن تكون عدد فردي زوجي كسر سالب إيش ما تكون تكون، المهم إنه الإم هو عدد فردي. ذن حتى نحسب التكامل ذن في عندنا أيضا ثلاث خطوات بسيطة. فيرست we split off the factor secant x tan x او tan x في secant x. ناخذ tan secant وبنحطها مع ال dx. ايش هذا secant في tan؟ مشتقة مين؟ مشتقة السيكنت. اذا ناخذ سيكنت تان وبنحطها مع الدي اكس بنتركها على جنب. شو بضل عندنا لما ناخذ من القوه الفرديه لتان واحد؟ بضل عندنا تان لقوه زوجيه، لان هذا التان للقوه الزوجيه بنكتبها على شكل تان تربيع لمقدار، والتان تربيع بنستخدم العلاقه بينه وبين السيكنت. التان تربيع يساوي سيكنت تربيع ماينس 1 تان سكويرد السيكنت سكويرد minus 1. إذا 2 use the identity tan squared x is secant squared x minus 1 to convert the remaining even power of tan the remaining even power of tan بتحولها لايش؟ to secant. اذا كل التان اللي بضلين بتحولوا الى secant. الان ضل داخل التكامل عندنا secant وضل عندنا secant tan اللي مضروبه مع dx، فايش بناخذ هون؟ بناخذ u to be secant x، فبتصير الديو عبارة عن secant x tan x اللي احنا ماخذينها من الاول مع dx which is du، فبتحول التكامل من تكامل في trigonometric functions الى
algebraic integral. Example, evaluate the integral tan قوة 5x secant تكعيب x dx. طلع عندنا تكامل تان في سيكنت، تان مرفوع لقوة فردك، لأن السيكنت ما دخلناش في القوة تاعته، فأول شغلة بنعملها كنا بناخذ سيكنت تان بنحطهم مع الدي اكس. تكامل يساوي، فيش داعي نكتبه كمان مرة، ذا انتجرال اوف تان للقوة 4 اكس سيكنت كيوبد اكس. لان تان بدنا ناخذ، سوري بدنا ناخذ سيكنت تان، بدنا ناخذ من هذه وحده، اذا بتضل هون 2 بصير سيكنت سكوير، وهون بضل عندنا سيكنت تان او تان سيكنت، مش كل تان اكس سيكنت اكس دي اكس. اذا هذه الخطوه الاولى اخذنا سيكنت تان مع الدي اكس لحالهم، التان اللي ضلوا بدنا نحولهم الى سيكنتس. فالتان تربيع قوة 4 عبارة عن تان تربيع تان سكويرد اكس the whole thing squared secant squared x times tan x secant x dx. تان سكويرد هاي اللي بين قوسين بنبدلها بسيكنت سكويرد ماينس 1. This becomes the integral of secant squared x minus 1 times طبعا في تربيع secant squared x times tan x secant x dx. فاينالي ويلت تان كل هنا كله سيكنت ما عدا هذه. اذا هون بدل ما نلخبط الحال وي تيك يو تو بي سيكنت اكس، اذا دي يو سيكنت تان اور تان سيكنت سيكنت اكس تان اكس دي اكس. سو ذس بيكمز ذا انتجرال اوف يو سكوير ماينس 1 سكوير U squared when في U the secant بصير U times D U. U squared minus 1 squared U squared, then we just expand this. This becomes the integral of U to the 4 minus 2 U squared plus 1 times U squared D U. Now we just multiply through by u squared. So this becomes the integral of u to the 6th power minus 2 u to the 4th power plus u squared du. And this equals to 1 7th u to the 7th minus 2 over 5 u to the 5th power plus 1 3rd u cubed plus. بنرجع محل اليو، بنرجع ايش اللي هي سيكنت. So this equals to 1 7th secant to the 7th x minus 2/5 secant to the 5th plus 1/3 secant cubed x plus 6. طلعت خطوات الحل واضحة، ممكن شوية تاخذ تربيع أو كذا طويل، ولكن
طريقة الحل is straight forward. Example. طب لو بدنا نكامل tangent cubed x dx لحال، قلنا إذا التان مرفوع لقوة فردية بهمناش إيش قوة السيكنت. في الحالة هذه قوة السيكنت كام؟ زيرو. خلينا نمشي على الخطوات بعدين بنحلها بطريق تاني. Now this equals to، كنا أول شغلة بدنا ناخد تان سيكنت، بناخد هون تان سيكنت مع إكس، تان إكس سيكنت إكس with dx. من التكعيب بضل عنا هون تان تربيع إكس، بس في الأصل ما فيش عنا سيكنت، فلما أخذنا سيكنت كأنه ضربنا في سيكنت، لازم نقسم على سيكنت إكس. الخطوة بتمشي سواء وجدت السيكنت أو ما وجدتش. الآن نكمل في البقية، تساوي بنحول التان سكوير تو سيكنت سكويرد إكس ماينس 1 أوفر سيكنت إكس تايمز تان إكس سيكنت إكس دي إكس. لا ما ضلش عندنا تان الا اللي مع الدي اكس، فبنخليه تساوي سيكنت اكس. So this becomes the integral of u squared minus 1 over u times du. And this becomes the integral u squared over u is u minus 1 over u du, and the integral of u is 1 half u squared minus what is integral of du على u ln absolute value of u. نظبط الأرقام هذه. du equals to 1 half u squared minus ln absolute value u plus c. فهنا اللي بنرجع اليو بنكتبها secant. So this becomes 1 half secant squared x minus ln absolute value of secant x plus c. احنا ايش كنا الخطوات؟ لما يكون عندنا تان مرفوع لقوة فردية بدنا ناخد على جنب تان في سيكن، خدنا حطينا تان سيكن، من التان تكعيب ضل عندنا تان تربيع، بس ضل عندنا اخدنا احنا سيكن تربيع، فيش في الاصل تكامل، فيش في سيكن، مدام في عندنا سيكن تربيع كأنه ضربنا في سيكن تربيع، لازم نقسم على سيكن حتى يختصروا مع بعضهم سيكن والسيكن التاني هذه، كان هم بيختصروا فبنرجع للتكامل الاصلي. ليه؟ فقط حتى نمشي حسب الخطوات. في طريق ثاني، خلينا نحله بطريقه ثانيه. Second solution. بدنا تكامل tan cubed x dx. كنا في عندنا علاقة ما بين التان تربيع وسيكنت تربيع، إذا بدنا ناخذ من هذا على طرف نكتبها على شكل تان إكس وهنا تان تربيع، تان تربيع إكس دي إكس. التان تربيع بنحولها لسيكنت، this equal to تان إكس times tan squared is secant squared x minus 1 dx. And this equals to the integral of tan x secant تربيع x minus tan x d
dx. التكامل الأولى تان في سيكنت تربيع، مشتقة التان إيش؟ سيكنت. إذا let u be tan صير هذا عبارة عن du، صير كأنها تكامل u du اللي هي نص u تربيع، يعني نص tan تربيع x. This is one half tan squared x. كمان مرة اللي مش عارف هاد بتلت يو بي تان اكس وامشي بالتعويض. ماينس وات از ذات ذا انتجرال اوف تان اكس لين ابسوليوت فاليو اوف سيكنت اكس بلس اي كونستانت. هل الجوابين نفس الاشي؟ في التكامل في الطريقة الأولى طلع هون معانا نص سيكنت تربيع، فيبدو كأنه الجوابين مختلفين. لاحظوا الجزء الثاني ما في فرق بين الجواب الأول والثاني، اللي فيها لين سيكنت فيها ماينس لين سيكنت، هيك فيها ماينس لين سيكنت. فهذه اللي كانت معانا شايل جت هاي صح. فعندنا النص سيكنت تربيع هذيك فيها نص تان تربيع، طب شو الاختلاف؟ ليش الجوابين يبدو كانوا مختلفات؟ هاي هناك في عندنا نص تان تربيع ماينس لين سيكنت. في الواقع لو نيجي للسيكنت تربيع هاي اللي هون ونبدلها في واحد زائد تان تربيع، فبصير عندنا نص زائد نص تان تربيع، النص اللي هنحطه مع الثابت، فبصير الجوابين اثنين متساويين، ولذلك هو اختلاف في شكل الجواب وليس في الجواب نفسه. إذا شكلين اثنين متساويات. إذا بدنا هذا نرجعها للثانية، محل الثاني تربيع نكتب سيكنت تربيع ماينس 1، فبتصير نص سيكنت تربيع وماينس 1 هاف، الماينس 1 هاف ثابت، حطها مع السي، فبيطلع الجوابين اثنين متساويين. الحالة الثانية اللي بإمكاننا نحل فيها التكاملات هذه كيس 2. طبعا كيس 2 إذا كانت n is an even positive integer. ان مين؟ ان القوة تاعت السيكنت. اذا الان اذا السيكنت مرفوع على قوة زوجية، او الحالة الاولى اذا التان مرفوع على قوة فردية. اذا كانت الان is an even integer then في عنا ايضا ثلاث خطوات. الاولى we split off the factor secant squared x وبنكتبها مع ال dx. بنحط secant تربيع مع ال dx. هذا secant تربيع في الواقع مع ال dx بتكون الديفرنشال ل tan x. tan x الديفرنشال لمشتقة التان، secant تربيع مع ال dx. الآن السيكنس اللي ضلوا لما تكون ال n زوجية وناخذ اثنين منها اللي بضل أيضا قوة زوجية. فبنستخدم العلاقة انه بنحول السيكنس اللي ضلوا لتانجنس. يوز انه سيكنت تربيع اكس تساوي واحد زائد تان تربيع اكس تو كونفيرت تو convert the remaining even power of secant even power of secant x لايش؟ لتان
اكس الان صير كل اللي جوا فيهم تان ما عدا السيكنت تربيع اللي مع الدي اكس. اذا الخطوه الاخيره we let u be tan x. فالان بتحول التكامل من تكامل في تان وسيكنت الى تكامل الجبرايك فانكشن. Evaluate the integral of secant to the fourth x tan to the fourth x dx. نطلع على التكامل، عندنا تان لقوة زوجية وفي عندنا سيكنت لقوة زوجية، إذا اللي هي كيس 2. ما دام السيكنت لقوة زوجية ناخذ منها سيكنت تربيع مع الدي اكس. لما ناخذ من السيكنت قوة 4 سيكنت تربيع بضل عندنا سيكنت تربيع اكس، وبضل عندنا أيضا جوا تان قوة 4 اكس في المقدار اللي اخذناه على طرف. السيكنت تربيع بنحولها لتانجنس. This equals to the integral secant squared is 1 plus tan squared x. And here we have again tan to the fourth x times secant squared x. كل ياتهم تان. في الأول نحول التان إلى يو. We let يو be تان. X إذا الدي يو سيك سكوير إكس دي إكس. So this becomes the integral of 1 plus u squared times u squared times du. And this is the integral 1 times u squared is u squared plus u squared times u squared is u to the 4th du. Finally, this the integral of u squared is u cubed over 3. مش U4th لازم هنا اللي بعد الكوس. Oh yes, you're right. U4th. ليش حطيناها تربيع؟ This is 4. إذا بدها تصير هذه 4 هذه بدها تختلف. إذا squared وهذه 4th وهذه تصير U to the 4th هون U to the 6th تصير هذه أيضا. Integral of u to the 4th to u to the 5th over 5 and u to the 7th over 7 plus c. Finally, this is 1/5 tan to the 5th power plus 1/7 tan to the 7th x plus 6. إذا بلاحظ إنه الخطوات سهلة، إذا عرفنا بالضبط شو اللي بدنا نعمله كان نحل تقريبا كل الأسئلة اللي متعلقة بالموضوع. في حالة الطريقة هذه إذا كانت قوة السيكنت زوجية بهمناش إيش قوة التان، whatever it is zero مش zero أي عدد، فبإمكاننا الآن نكامل السيكنت لأي قوة زوجية. إكزامبل بلاش نبعد كثير، ناخذ زي هذا السيكنت integral
let's evaluate the integral of secant to the 4x dx. طبعا في الحالة هذه بنعتبر انه التانجنت موجودة بس قوتها زيرو، بدنا نمشي بنفس الخطوات. So this equals to the integral، ناخذ secant تربيع على طرف مع ال dx، وهنا محل السيكنت تربيع اللي بتضل بنكتب 1 زائد tan squared x. إذا كتبنا سيكنت قوة 4، سيكنت تربيع في سيكنت تربيع، واحدة خليناها مع ال dx والثانية بدلناها ب 1 plus tan، then we let u ب tan x. And then this becomes 1 plus u squared and secant squared dx is just du. Now the integral of 1 is u and the integral of u squared is u cubed over 3 plus c. Finally, we replace u by tan and the answer is tan x plus 1/3 tan cubed x plus c. الآن بإمكاننا نكامل التان لأي قوة فردية وسيكنت لأي قوة زوجية. طب لو بدنا نكامل تان تكعيب، عفوا لو بدنا نكامل سيكنت تكعيب أو سيكنت قوة 5 أو سيكنت 7، السيكنت لقوة فردية. قبل ما نيجي لتكاملاتهم بدنا القانون التالي في الأول. The integral of secant x dx يساوي لم secant x plus tan x plus c. إذا لن مجموع لن الأبسوليوت فاليو لسيكنت بلس tan. وفي عندنا قانون آخر the integral of co secant x dx it is لن the absolute value of cosecant x minus cotan x plus c. cotan جزء هذا من اللوح الكتابة عليه مش سهل. cotan x cosecant minus cotan. الأولى تكامل السيكنت لن سيكنت بلس تان، الثاني تكامل الكوسيكنت لن كوسيكنت ماينس كوتان اكس. حتى نبرهن واحدة فيهم، في أمامنا طريقين. الطريق الأسهل إنه نشتق هذا الفانكشن فبنحصل على السيكنت، نشتق هذا الفانكشن بنحصل على الكوسيكنت، أو إنه البرهان بروف تكامل. طبعا في تريك هنا مش مباشر الشغل. تكامل secant x dx تساوي the integral of secant xp. التريك اللي استخدمت في الحل هي ما يلي، بنضرب وبنقسم على مقدار اللي هو هذا secant x. لما بنشوف مباشره ليش عملنا هيك، secant plus tan وهنا secant x plus tan x dx، ضربنا في مقدار وقسمنا عليه ويساوي. يعني احنا بدل ما نسهل التكامل قاعدين بنعقد فيه، ولكن لحكمة هذه تساوي.
ده انتجرال نضرب سيكنت في سيكنت سيكنت سكوير اكس زائد سيكنت في تان سيكنت اكس تان اكس اوفر سيكنت اكس بلس تان اكس اند هير دي اكس. حدا شاف الان شو اللي صار؟ هذا منتبه شو ليش تعقد هذا الموضوع؟ انتبهوا الان للمقام. اشتقت السيكنت هذه سيكنت ومشتقت التان سيكنت تربيع. ولذلك هذا على شكل ذا انتجرال اوف دي يو على يو. يعني this is of the type دي يو اوفر يو. طبعا اليو اللي هي المقام. فلما نكامل تحصل معنا لن اليو اللي هي لن ابسوليوت فاليو اللي هي لن ابسوليوت فاليو سيكنت بلس تان. نفس الفكره في الثاني بنضرب وبنقسم على كوسيكنت اكس ماينس كوتانجنت اكس وبنكمل فيها فقط. طبعا هذا التريك ما بتخطرش على بال اي واحد ولذلك هي تريك مميزه يعني دائما موجوده بكل كتب الكالكولاس اللي بتتناول تكامل السيكنت والكوتانجنت. فبنكمل المره الثانيه.